بالنسبة للمشتريات شلنا من سوق الحدية الأكادير، شلنا العسل والأملو مواد وزيت أرجان، الرز وزيت أرجان الثمن ديال اللتر ديال التجميل هو 8000 وديال الماكلة هو 7000، بالنسبة لهاد الكيس شلنا ب 50 درهم، كده 50 درهم الثمن ديالو. بالنسبة للعسل كاين عسل ديال أوكاليبتوس ديال 100 درهم، كاين كاين ديال الليمون كيدير 75 درهم، والعسل ديال الناشوف أيضا كيدير 75 درهم. بالنسبة للأملو، أملو كيدير 2600 يعني 130 درهم، بالنسبة حنايا خدينا ب 125، 2500 من هادو هما اللي شرينا من العسل. العسل شرينا ثلاثة أنواع ديال أوكاليبتوس وديال الليمون وديال الأربعة، الأربعة هي 75 درهم. وشرينا مواد، اسم المواد هو كيختلف، كتبقى الأولى الثانية، كاين اللي صالح العينين أيضا. بالنسبة لهاد اليوتيوب، بالنسبة لهاد اليوتيوب خلالنا ب10 درهم، هنا شرينا جوج ديال المحلات بالنسبة لهادو، وهاد المجموعة وهاد المجموعة شرينا واحد المحل، وهادو اللي فيهم مواد فيهم زيت العسل ديال أوكاليبتوس وديال الليمون وأملو شريناهم من محل آخر. هادو هما المشتريات اللي شرينا من سوق الحدية الأكادير.